أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ثقته في قدرة المستثمرين الصينيين على تطوير وتنمية منطقة تيدا الصينية. جاء ذلك خلال مراسم تسليم المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصينية إلى الشركة المشغلة التي تدخل كمطور صناعي، وتبلغ مساحة منطقة تيدا الصينية نحو 7300 كيلومتر، وهي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين محور إقليم قناة السويس ومبادرة الحزام والطريق. وتعد المنطقة منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر ثاني منطقة اقتصادية وتجارية خارجية أنشأت بموافقة الحكومة الصينية. وتملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 51% من أسهمها.